مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ماسلز ريبيلدينج، وحلقه اليوم راح نتكلم فيها عن كل ما هو جديد في عالم رياضه كمال الاجسام، كل الاخطاء الشائعه اللي قاعد تحصل والاستفاده منها وتحويلها الى التمرين الصحيح في هذا المجال. كل هذا واكثر راح تتعرفون عليه من خلال سياق حلقه اليوم مع الكابتن زين العابدين. تفضل كابتن، كل ملك. حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وتمرين جديد. إن شاء الله هنتكلم حلقتنا هذا اليوم عن عضلة المعدة، وهنتكلم عن بعض تمارينها. بالبداية عضلة المعدة تنقسم إلى قسمين، اليمين واليسار. عضلة تصير بشكل طوالي، لحدد الأجزاء هذه هي الجينات، سواء كانت 4 أجزاء 6 أو 8، ولكن هي بالأساس عضلتين مقسمين يمين ويسار. في وايد أسئلة تيني بخصوص الدهون اللي تصير في منطقة البطن، يقولون أنا لازم ألعب تمارين معدة عشان أحرق دهون. هذا الاعتقاد طبعا خاطئ. اللي يحدد خسارة الدهون بشكل أول هو الأكل، ثم طبعا التمارين، ولكن إذا لعبت تمارين المعدة ما راح أحرق الدهون بالمكان نفسه. في سؤال ثاني همن يقول كابتن، انا اذا بديش العب حديد لازم بالبدايه انزل وزني بعدين ابلش حديد، لان هدفه الاول انه هو يقول مثلا اذا لعبت حديد راح يزيد وزني، او ممكن العضل هذا اذا قطعت العضل هذا يتحول الى دهون. الاعتقاد هذا خاطئ. العضله خلايا عضليه والدهون خلايا دهنيه، مستحيل ان العضله تتحول دهون ومستحيل ان الدهون تتحول عضله. فاذا كنت انت تبي تنزل وزنك بالعكس بلش العب حديد، هالشيء هذا راح يحرق لك دهون اكثر. تلعب معاهم كارديو، تعدل اكلك، كذي انت هدفك راح توصل له بشكل اسرع. نبلش وياكم تمرين المعده. طبعا التمرين هذا راح يشغل لي الجزء السفلي. اي تمرين نحرك فيه الرجل راح يشغل لي الجزء السفلي. نشوف وياكم طريقة التمرين. البداية أثبت جسمي بيدي، أثبت ريلي، طبعا تكون في كسرة ريلي ما تكون مستقيمة، كسرة بسيطة بالكوع بالركبة بهالطريقة. بهالطريقة أنا شغلت الجزء السفلي. طبعاً الجزء السفلي يمكن وايد ناس يعانون من الدهون اللي تصير بالجزء السفلي. يقول لي أنا لعبت حديد، التزمت مدة طويلة، طلعت لي المعدة العلوية ولكن المعدة السفلية ما راضية تبين معاي. هني أنت لازم تراجع أكلك. مهما لعبت تمارين معدة ما راح تنبرز عندك الجزء السفلي. لازم أهم شيء أكلك، بعدين تركز على تمرينك. طبعا التمرين هذا ما أنصح فيه المبتدئين، لأنه راح يبذل مجهود كبير، ممكن العضلة ما راح تبني معاك بشكل كبير، لأنه مو متعود أنت على التمارين هذه. التمارين العادية بلش تمارين حرة بعدين ننتقل إلى الأجهزة. ديش وياكم جولة ثانية. ما قلنا ثبت جسمنا بيدنا بالطريقة. أحاول أصعد لآخر شيء.
كذي لعبنا جولتين. طبعا تمرين او تمارين المعده لازم نركز فيها على الجولات والتكرارات، ما نركز تركيز كبير على الاوزان، لان العضله هذه مثل ما احنا ذكرنا عضله صغيره، والعضلات الصغيره غالبا ما تحتاج اوزان، تحتاج تكرارات نزيد فيهم الجولات. طبعا بما انها هي عضله ضعيفه نقدر نلعبها كل يوم، ممكن نلعبها يوم وترك، ولكن افضل ان احنا نريحها نلعب يوم وترك عشان العضله ترتاح. كل ما ارتاحت العضله راح تعطينا بناء عضلي اسرع، لان مثل ما العضله تحتاج مجهود تحتاج راحه، مثل العضله تنبني وقت الراحه، ما تنبني وقت المجهود او وقت التمرين، تنبني وقت الراحه، فنراعي ايام الراحه بالاسبوع. طبعا ممكن نزيد اوزان، ولكن نحط اوزان خفيفه مثل ما احنا قلنا عضلات المعده صغيره، اذا بنزيد فيها اوزان نحط اوزان معقوله. طبعا حطيت 2.5 من الجهتين يعطيني 5 كيلو تمرين او وزن معقول. طبعا الاوزان اذا كنت انت متقدم صار لك مده تلعب معده ما قاعد تحس ان عضلتك قاعد تتغير، خلاص اثبتت على حجمها، هني احنا ندش بالاوزان بحيث ان احنا نبرز العضله بشكل اكبر. طبعا مثل ما احنا ذكرنا ان عضلات المعده تحتاج تكرارات، زين شلون نحدد عدد التكرارات؟ مثل ما احنا قلنا اذا حطينا وزن طبعا راح ننقص عدد التكرارات، اذا لعبنا من غير اوزان ممكن نوصل التكرارات ل 50 تكرار، ممكن نلعبهم 40 30، يعني نلعب تدريجي على سبيل المثال 5 جولات 50 40 30 20 10. ممكن العكس اذا كان اول تمرين، ممكن نلعب مثل التمرين يكون الهرمي لتحت اذا كان اخر تمرين، بحيث ان انا مهيئ العضله ان انا خلاص راح اختم التمرين. فالتكرارات هذه ممكن توصل مثل ما ذكرنا ل 50 تكرار. عضله المعده عضله صغيره، ركز اهم شيء على التكرارات. طبعا مثل ما ذكرنا شلون نعرف اذا كنا قاعد نشغل الجزء العلوي ولا السفلي، اذا حركنا الريل راح نشغل الجزء السفلي، واذا حركنا الجسم العلوي بالطريقه راح نشغل الجزء العلوي. اتمنى انكم استفدتم من هذه الحلقه، واتمنى ان الحلقه كانت خفيفه ومفيده. نشوفكم حلقات قادمه. بكذي نكون وصلنا وياكم لنهاية وختام حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه التمارين، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم مجددا في يوم غد نفس الوقت، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.